السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير. هذا هو العنوان الأبرز ربما الليلة في الوطن بأسره، لأننا استقبلنا اليوم واستقبلت الرياض أبطال كأس الخليج للشباب في المنافسات التي اختتمت يوم أمس. المنتخب الشاب الذي منحنا كثير من التفاؤل للمرحلة المقبلة اليوم وصل مزينا بالذهب، مزينا باللقب، مزينا بكثير من الاحتفاء والتقدير، وهو يصل إلى الرياض. الليلة سنكون في الجزء الأول مخصصا لمتابعة هذا الإنجاز الذي نأمل إن شاء الله أن يكون فاتحة خير لعودة الكرة السعودية إلى منصات التتويج وإلى الانتصارات. البداية كالمعتاد بالعناوين، وفي هذا المساء سنتابع: الفهد المصيبيح يصعد قضية التأجيل بحديث جديد. والملعب يواصل رصد القضية من أطرافها. صغار الأخضر عادوا بالذهب وكباره بخيبة أمل. بدء العد التنازلي لانتخابات اتحاد كرة القدم. الأمير نواف بن سعد مقدمات العقود في حسابات اللاعبين السبت. ويضيف مدربنا عادل وليس أهوج. أينما كنتم أهلا بكم، كانت هذه هي العناوين في صدارتها. من المؤكد أن الإنجاز الذي تحقق للمنتخب السعودي للشباب يعد هو الأميز هذا المساء، وهو الأكثر ربما حديثا والأكثر قدرة على أن نتحدث عنه رغم كل المشكلات التي نمر بها ورغم كل الأحداث المتسارعة التي تجري في اليومين الماضيين وفي الساعات القليلة الماضية وربما اللاحقة. في المستهل أرحب بضيوفي في هذه الحلقة: مدير المنتخب السعودي للشباب الحائز على اللقب الخليجي الأستاذ علي الشعلان، أهلا وسهلا، سعداء بتواجدكم، وأرحب تماما بأن تكونوا معنا في أول ظهور لكم بعد وصولكم. أعرف تماما أنكم كنتم في يوم طويل من الإرهاق، لكن أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية وحيي، نقدر لكم هذه الخطوة. وحيي الأخوان المشاهدين. ايضا ارحب باللاعب عبد الله موسى مادو، وهو واحد من الاسماء الشابه التي بدات مشوارها بهذا الانجاز وبهذا اللقب وبهذا الذهب الذي يظهر معه في هذه الصوره. اهلا وسهلا عبد الله. اهلا وسهلا، سعداء بتواجدك. مؤكدا اني ساسعد ايضا بضيفي الكريمين منيف الحربي الذي ارحب به، ومحمد الشيخي، اهلا وسهلا بهذا الثنائي الذي ساسعد به على مدى الساعه والنصف القادمه في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكما. في البداية لابد أن أسألك أستاذ علي، هل كنتم تتوقعون هذا الإنجاز عطفا على استعداداتكم السابقة، عطفا على خططكم، أم أنه لم يكن في حسبانكم إلا أن تقدموا شيء من المنافسة أو المستوى الجيد ووجدتم أن البطولة تحققت؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا يعني نقول البطولة اللي قدرنا نفرح فيها الشارع السعودي. الحقيقة كان الاستعداد يعني منذ يعني زمن ليس بالقصير، وكانت البطولة هذه من المراحل أو من مراحل الإعداد إلى نهائيات كأس آسيا. لم يكن هناك ضغوط على أن نحقق البطولة أو ما نحققها، لكن الاستعداد أو المعسكرات اللي سبقت البطولة أهلتنا أن نكون جاهزين ونحقق هذه البطولة. أن تعسكر في معسكر طويل في النمسا وتدخل بطولة عربية وتلعب على النهائي في بطولة عربية تعتبر من أقوى البطولات العربية، نعم، على مستوى الشباب، وتعسكر في أبها وتدخل بطولة من معسكر أبها إلى أسبانيا، تدخل بطولة قوية تلعب مع أسبانيا ومع الأرجنتين ومع اليابان ومع الأكوادور، وتأتي إلى بطولة الخليج، أكيد أنك عندك حصيل قوي من الاستعداد. الحمد لله. نعم. عبد الله، قبل أن نذهب لمتابعة الاستقبال اللي جرى اليوم لكم في الرياض، واستقبال كان حافل، قبلها أسألك عن أولا كلاعب
كنت تتوقع الحصول على البطولة؟ كيف كانت المنافسة معكم في مع المنتخبات الخليجية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أن قدمنا مستوى طيب في هذه البطولة. طبعا كنا متوقعين أن نكون البطل لأننا شاركنا في بطولة في إسبانيا مع منتخبات قوية واكتسبنا منها الخبرة اللي خلتنا نجي نشارك ونحصل على اللقب.